السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فدرس اليوم إن شاء الله غيكون حول لور أو الساعة. لور، فلنبدأ على بركة الله. أول شيء ساعة، يعني 60 دقيقة، ساعة واحدة هي une heure. Une heure. Une heure. وساعات، يعني في الجمع des heures. Des heures. بالنسبة لدقيقة، دقيقة واحدة هي une minute ودقائق هما des minutes. وبالنسبة لثانية هي une seconde وثواني des secondes. فإلا بغينا نطرح السؤال كم الساعة؟ كم الساعة؟ بالفرنسية نقول Quelle heure est-il? هذا السؤال ممكن نطرحه بأوجه مختلفة، فنقول أيضا Quelle heure il est? وممكن نقول Il est quelle heure? فغتلاحظوا أنه سي لا ميم كيستيون أو نفس السؤال، غير كنطرحه بأشكال مختلفة. Quelle heure est-il? Il est quelle heure? ولكن الأكثر شيوع أو السؤال اللي كنطرحه بزاف هو Quelle heure est-il? فبالنسبة هنا الأور سيت أن نون فيمينان، داكشي باش قلنا كال بدو زال ماشي ال لحدة، دونك كال أور لأنو أور اسم مؤنث. ألوغ قلنا لا كيستيون Quelle heure est-il هي الأكثر استعمال. لا ريبونس أو الجواب نتاع هاد الكيستيون كيكون هو دائما إلي وكنقول كم ساعة. مثلا إلي أون أور، إلي دوز أور، إلي سانك أور، إلي سات أور، على حسب كم الساعة. داكوغ، دونك لا ريبونس نتاع كالور إيتيل كتكون هي إلي. نتمنى يكون واضح لكم. الآن ننتقلوا لزور. ألوغ إلا شي شخص سألني كم ساعة وكانت الساعة تشير إلى الواحدة فأقول إلي أون أور. ألوغ كيف كنعرفو أنو في الساعة كاينين دو زيغوي اللي هما عقارب الساعة. لا بوتيت إيغوي أنديك لي زور إي لا كروند إيغوي أنديك لي مينوت. دونك العقرب الصغير كيحدد لنا الساعات والعقرب الكبير كيحدد لنا الدقائق. ألوغ إلا كانت الساعة تشير إلى الواحدة وسألني شي شخص كم الساعة فأقول إلي أون أور. إلا كانت الساعة تشير إلى الثانية فأقول إلي دوز أور. ألوغ هنا غتلاحظوا أنو فاش قلنا إلي أون أور كتبنا أور ما فيهاش إس لأنو غير أور وحدة، يعني سي سانغوليي مفرد، دونك أور أون سول أور. داكوغ، فاش قلنا إلي دوز أور هنا كنضيفو إس لأنو دوز أور يعني هنا بلوريال دو اثنان إلي دوز أور. فبالنسبة هنا أيضا غتلاحظوا أنني قلت دوز أور، هنا نطقت لا لتر زد مع أنها ما كيناش. Pourquoi? Parce que عندي H. Parce que عندي la lettre X كتبعها H. Donc, كندير la liaison وكنقرا 2 heures. 2 heures. D'accord? كنطق la lettre Z مع أنها مكتوباش parce que درنا la liaison. Alors, il est 2 heures. إلا كانت الساعة تشير إلى الثالثة فأقول il est 3 heures. Il est 3 heures. هنا أيضا غتلاحظوا أننا ضفنا S نتاع البلوريال. أو الجمع إلي 3 أور. إلا كانت الساعة في الرابعة فأقول إلي 4 أور. إلي 4 أور. الخامسة إلي 5 أور. إلي 5 أور. السادسة إلي 6 أور. إلي 6 أور. هنا أيضا لا ليزون، هنا أيضا قمنا بلا ليزون إلي 6 أور. إلا كانت الساعة في السابعة فأقول Il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures.
V نتقط لا lettre V مع أنه ما مكتوباش لأنه عندي la liaison entre F et H. Il est 9h. D'accord. Il est الساعة تشير إلى العاشرة فأقول il est 10h. 10h. دائما انتبهوا للنطق 10h. هنا أيضا قمنا بلا liaison entre X et H. قلنا il est 10h. إذا كانت الساعة في الحادية عشرة فأقول il est 11h. Il est 11h. Alors, بالنسبة إلى كان الساعة كتشير الثانية عشرة فإذا كان الظهيرة يعني إذا كان الصباح أو الظهيرة فأقول il est midi. Il est midi يعني وقت الظهيرة. وإذا كان منتصف الليل يعني الثانية عشرة منتصف الليل فأقول il est minuit. Il est minuit. الظهيرة كنقول il est midi. الثانية عشرة يعني في وقت الظهيرة كنقول il est midi. وفي الثانية عشرة في منتصف الليل أقول il est minuit. Minuit. Alors, il est كان minuit يعني منتصف الليل فاش كتوصل الواحدة فأقول il est une heure. الثانية il est deux heures. Trois heures. Quatre heures. Cinq heures. Six heures. Sept heures. 8h, 9h, 10h, 11h. Donc, on va utiliser la heure que nous avons vu. Il est l'heure de midi. Il est midi. Après-midi, quand on va arriver à la première, il est 1h. Parce que si on dit qu'il est 1h, on va se faire avec 1h. On va se faire avec 1h. Alors, je vais vous dire il est 13h. Il est 13h. فغتلاحظوا في الساعات الرقمية فاش كتكون الواحدة بعد الزوال ما كتكونش مكتوبة فيها واحد كتكون مكتوبة 13. دونك الواحدة بعد الزوال هي 13h. بمجرد ما كتفوت الظهيرة يعني أبخي ميدي كنوليو كنحسبو في الساعة 13, 14, 15, etc. نتمنى يكون واضح لكم. الوغ قلنا بعد الزوال او بعد الظهيرة الى كانت الساعة تشير الواحدة فغنقولو il est 13h. الى الساعة تشير الى الثانية فغنقولو il est 14h. 14, 14. il est 14h. الساعة تشير الى الثالثة فنقول الثالثة بعد الزوال نقول il est 15h. il est 15h. الرابعة il est 16h. il est 16h. الخامسة il est 17h. il est 17h. السادسة il est 18h. il est 18h. السابعة il est 19h. il est 19h. انتبهوا للنطق 19h. الثامنة il est 20h. الثامنة 20h. 20, 20h. تاسعة il est 20 et 1h. il est 20 et 1h. العاشرة il est 22h. il est 22h. الحادية عشر il est 23h. il est 23h. وفاش كتوصل الساعة الثانية عشرة فهي minuit. نقولو il est minuit. الآن ننتقلوا لي مينوت أو الدقائق يعني كيف نقرأ الساعة مع الدقائق فكيف قلنا la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes donc حنا الآن غنهمنا la grande aiguille d'accord la petite aiguille غتبقى في الثالثة أو في 3h d'accord دابا غنشوفوا غير الدقائق alors فاش كتكون la grande aiguille هنايا alors هنا عندنا 0 0 هادو الدقائق دونك 0 1 2 3 4 5 دونك هنا عندي 5 مينوت 5 مينوت 5 دقائق 6 7 8 9 10 هنا 10 مينوت او 10 دقائق 11 12 13 14 15 هنا عندي 15 دقيقة او 15 مينوت الان غنشوفو كيفاش كنقراوها دونك هنا عندي الساعة سي الثالثة دونك سي il est 3h05. Il est 3h05. Il a عندي الساعة في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة و la grande aiguille العقرب الكبير و la grande aiguille كاين في هذا المكان فكنقول il est 3h ولا 4h ولا 5 على حسب الساعة 5 5
D'accord? Donc, هادو اللي مكتوبين بالأحمر هما دقائق. Il est 3h05. Il est quand la grande aiguille sur 2, كنقول il est 3h10. Il est 3h10. Il est quand la grande aiguille sur 3, فكنقول il est 3h15. Il est 3h15. أو كنقول il est 3h15. Il est 3h15. Écart كتعني والربع يعني الثالثة والربع. داك الربع هو كار. Alors, إما كنقولو il est 3h15 أو il est 3h15. D'accord? وكنبقاو غاديين على نفس المنوال. La grande aiguille sur 4 فكنقولو il est 3h20. Il a qu'à la grande aiguille sur 5 فكنقولو il est 3h25. Il est 3h25. Il est qu'un sur 6, ça qu'un colo. Il est 3h30. Il est 3h30. Aucun colo aidan. Il est 3h30. Il est 3h30. Et demi, il y a one nef. Aucun colo, il est 3h à 4h, 5h, la hasab. Et demi, one nef. Talita, one nef. نتمنى يكون واضح لكم. الان الى كان لا غروند ايغوي سور 7 فكنقولوا il est 3h35. il est 3h35. او كنقولوا ايضا il est 4h-25. il est 4h-25. alors الى قلنا il est 3h35 راه باينه يعني الثالثه و 35 دقيقه. بقات ليا الان بقات ليا 25 مينوت يعني 25 دقيقة وتوصل الرابعة. ألوغ شنو كنقولو؟ إلي 4 يعني الرابعة موان 25 إلا 25 دقيقة. دونك باقي 25 دقيقة باش توصل الرابعة. داكوغ؟ الآن إلا كان لا غروند إيكوي سور 8 فكنقولو إلي 3h40. Il est 3h40, يعني تالتة وأربعون دقيقة. 3h40. أو كنقولو أيضا il est 4h-20. Il est 4h-20 يعني الرابعة إلا 20 دقيقة. يعني باقي لي 20 دقيقة ونوصل للرابعة. يعني 4h-20 الآن إلا عندي la grande aiguille sur 9 فكنقولو il est 3h45. Il est 3h45. يعني التالتة وخمسة وأربعون دقيقة. وكنقولو أيضا il est 4h-4. Il est 4h-4. يعني الرابعة إلا ربع. إلا ربع. فقلنا الربع يعني ربع ساعة كيتسمى كار. أن كار دور. ربع ساعة هو أن كار دور. Alors, il a dit la grande aiguille 9, ça va être 4h, يعني الرابعة, moins quart, il a robé. يعني باقي ربع ساعة, وغنوصلو للرابعة. Donc, il est 3h45, ou il est 4h moins le quart. الآن, il a كان la grande aiguille sur 10, ça va être il est 3h50, il est 3h50, يعني تالتة وخمسون دقيقة, ou il est 4h-10. Il est 4h-10. يعني الرابعة إلا 10 دقائق. يعني باقي 10 دقائق وتوصل الرابعة. داكوغ؟ il est 4h-10. الآن إلا كان la grande aiguille sur 11 فكنقولو il est 3h55. il est 3h55. يعني الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة. أو كنقولو il est 4h-5. il est 4h-5 يعني الرابعة إلا 5 دقائق. يعني باقي ليا 5 دقائق وتوصل الرابعة. وفاش كتوصل الرابعة فكنقولو il est 4h-pile. il est 4h-pile. نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للدقائق. الآن غنشوفوا بعض المصطلحات اللي كتعلق بالساعة. فمثلا ساعة حائطية يعني الساعة اللي كتكون في الحائط. une horloge murale. Une horloge murale. Une horloge, ça, murale, ha et ria. Ça, yedawiya, ça, l'ikatkonfliyed, tu sais, ma, une montre. Une montre.
منبه ان ريفي ان ريفي وعقارب الساعه هما لي زيغوي فقلنا عندنا لا غروند ايغوي يعني العقرب الكبير اللي كنحددوا به الدقائق ولا بيتيت ايغوي كي انديك لي زور والعقرب الصغير اللي كنحددوا به الساعات. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا تقراوا الساعه وتعرفوا تطرحوا السؤال كم الساعه باللغه الفرنسيه وتعرفوا تجاوبوا عليه. بالنسبه اللي باقي ما فهمش مزيان غير يعاود الدرس مره اخرى ان شاء الله غادي يفهم. نتمنى يكون كلشي واضح لكم. الى استفدتوا من الدرس ما تنساوش تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. ونتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.